القناصة داخل السجن وكثافة الطلعة الطيران الحربي. أما على صعيد عملية جيش النظام الأسدي في الريف الشرقي جسر الشغور وخاصة في بلدة مشمشان، تم استهداف هذه البلدة بعشرات القذائف من حاجز المعصرة القريب من بلدة محنبل، مما خلف عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين. وقبل قليل كان هناك رتل من الآليات ودبابات ومدرعات متجهة لمدينة إدلب قادمة عن طريق إدلب سلقين، على ما يبدو أنه تراجع للرتل المتوجه نحو السجن المركزي. وهناك الآن انفجارات قوية واشتباكات عنيفة الآن على طريق ورم الجوز ومحنبل، ومصدر الانفجارات حاجز القياسات. بلدة العبيد أيضا شهدت قصفا مدفعيا عنيفا مساء اليوم أدى إلى سقوط شهيد وعشرات الجرحى، وقصف مدفعي أيضا على بلدة النيرب من معمل القرمين، حيث سقطت قذيفة على أحد المنازل ولا توجد إصابات أو أضرار لأن القذيفة لم تنفجر. ولا يزال القصف العشوائي باتجاه أغلب القرى المجاورة. في مدينة إدلب قصف مدفعي مستمر منذ الليلة أمس، وحتى الآن لم يتوقف هذا القصف وعشرات القذائف التي تنهال في الدقيقة الواحدة على حدود مدينة إدلب، بعد أن قام كتائب الجيش باقتحام السجن المركزي في مدينة إدلب من قبل كتائب الجيش الحر. وتم بعد أن تم تحرير 300 سجين من السجن المركزي في مدينة إدلب، ويسعون لاستكمال تحرير السجن من قبل كتائب الجيش الحر وتحرير باقي المعتقلين من هذا السجن الذي أذاق الويلات للشعب السوري. من خلاله كان هناك استنفار أمني في المدينة وسيارات ذبيحة، والجيش تسير بسرعة جنونية في شارع المدينة قادمين من جهة الغرب باتجاه المشفى الوطني، وسماع الكفر والسباب على ألسنتهم والخذلان على وجوههم. من إدلب أناطق باسم شبكة شام محمد الإبراهيم، شكرا لك. حثت الأمم المتحدة دول المجاورة لسوريا على إبقاء حدودها مفتوحة أمام المدى